مشاهدينا، وللحديث عن الفوضى والصراع السياسي في العراق والتحذيرات من استغلال الأحزاب للظروف الراهنة لضرب متظاهرين تشرين وزيادة كبت حرية التعبير في العراق، معنا من المفترض أن يكون حيدر العراقي ناشط في التظاهرات من بغداد. ننتظر أن يؤمن الاتصال، ولكن نأخذ سكايب مع الكاتب والصحفي العراقي سيد بهاء خليل من إسطنبول. السلام عليكم. عليكم السلام. سيد بهاء، إلى أي مدى تتحمل الأحزاب السياسية اليوم في العراق والميليشيات الموالية لها تظاهرات تشرين ووصول العملية السياسية إلى هذه النقطة الحرجة من الصراع؟ تحياتي حضرتك وعلى مشاهدي قناة رافدية. طبعا الآن الظروف أصبحت مواتية لثوار تشرين للانطلاق من جديد، لأنه تقريبا المظاهرات الأخيرة الإطارية والتيارية أنت طابع للمجتمع الدولي بأنه هؤلاء هم جل ما يمثلون الشعب العراقي، لكن في الحقيقة هنالك أغلبية صامتة، هنالك تشرين لم تقل كلمتها حتى الآن. لذلك انطلاق أو عودة تظاهرات تشرين في هذه الفترة قد يسيل لها لعاب التابعين للولي الفقيه، باعتبار أنه لديهم فتوى بقتل كل من يقف بوجه مشروع تصدير الثورة الإيرانية إلى العراق. بالتالي هنالك قلق حول المتظاهرين وحول حياتهم وحول سلامتهم، وهذا القلق يعني منذ 2019 وحتى الآن، لأنه الطرف الثالث موجود وما زال موجود ولا يظهر فقط إلا في المظاهرات الوطنية الغير محسوبة على أي جهة، وبالتحديد متظاهرين تشرين، وكان لهم في الحقيقة مجازر ضد الثوار في 2019، ولحد الآن وقفت الحكومة عاجزة عن الكشف عن الطرف الثالث والكشف عن قتلة المتظاهرين. نعم، حيدر العراقي جاهز معنا، هل تسمعنا حيدر؟ ألو، نسمعك حيدر، أنت على الهواء؟ تسمعنا؟ تسمعنا حيدر بطريقة واضحة؟ طيب، يبدو أنه في مشكلة بالاتصال. نعود إلى سيد بهاء، يعني رجوع التظاهرات ومتظاهري تشرين إلى الساحة من جديد، البعض يراه ربما خطورة على الثوار في هذه المرحلة، البعض الآخر يرى أنها فرصة متاحة للثوار من أجل إجبار الأحزاب على التراجع أكثر بعد حالة الصدام التي حصلت بين التيار والإطار. يعني بالحقيقة الخطورة موجودة، يعني مجرد تحدي النظام هي خطورة على كل شخص. الكتابة في مواقع التواصل على ضد النظام هي تعتبر خطورة بحد ذاتها، لأن الآن أصبح استصدار الأوامر القضائية بحق المتظاهرين وبحق من يكتب الرأي أمر سلس جدا وسهل، وبإمكانهم في يوم واحد يعني استصدار أي مذكرة قبض بحق أي شخص ينتقد النظام الحالي أو ينتقد مفاصل الدولة في مختلف مجالاتها. لكن الآن هل هي فرصة؟ نعم هي فرصة، لأنه يجب أن يكون للتشرين كلمة، يجب أن يكون للأغلبية الصامتة كلمة. هنالك من حاول التسلق على تشرين يجب أن يظهر للعيان أن تشرين هذه هي لا يقود أحد، هي تشرين ثورة شبابية تمثل كل أطياف الشعب العراقي، لا تسيرها أي أجندات خارجية أو حتى داخلية أو حزبية، وهي لا تعدو كونها صحوة شعب يحاول استرداد وطنه من الأحزاب التي سيطرت عليه من عام 2003 وحتى الآن. سيد بهاء، يعني التظاهرات يعني حققت ربما تلاحم ما بين أبناء الشعب الواحد، أسقطت كل الحواجز الكونكريتية الطائفية التي صنعها الاحتلال والحكومات المتعاقبة، ولكن ألا تعتقد اليوم أن متظاهري تشرين عليهم تغيير التكتيكات التي بدأوا فيها منذ 2019؟ يعني ربما نجحت الأحزاب، أو هل نجحت في امتصاص قوة التظاهرات عبر إيجاد ممثلين غير حقيقيين تم استقطابهم عبر الانتخابات، أم أن الحراك تراه لا زال قائم بقوته وبقوة شبابه وهو لم يدخل في الصراع السياسي وصراع المكاسب؟ طبعا غياب القيادة الحقيقية أو الموحدة عن ثورة تشرين هي مصدر قوة ومصدر ضعف في نفس الوقت. هو مصدر قوة لأنه عجزت القيادة أو الحكومة على
استهداف هذه القيادات. نعم. يعني لا يوجد شخص واحد يقود ثورة تشرين، لا يوجد جهة محددة تقود ثورة تشرين، وهذه من نقطة قوة حقيقة، لكن في نفس الوقت هي نقطة ضعف، لأنه شتتت ثوار تشرين، قسم منهم دخل إلى العملية السياسية، قسم منهم جلس على التل كما كتب الكثيرين على مواقع التواصل، ونأوا بأنفسهم على المشاركة في أي مظاهرات في الوقت الحاضر، وبالتالي لا توجد هنالك وحدة للكلمة. لكن ما جرى يوم أمس وتوحد قسم كبير من تنسيقيات ثورة تشرين وجمع هذا العدد الكبير من متظاهري تشرين وخرجوا في يوم واحد، دليل على وعي الشباب أنهم قادرين على تجميع صفوفهم مرة أخرى ولو حتى بإمكانياتهم البسيطة. حاليا هم مثل ما قلت لك لا يمتلكون قيادة موحدة، وبالتالي صعب توحيدهم لاختلاف وجهات النظر فيما بينهم، لكن هم ماضين في توحيد نفسهم، يعني ماضين هم في ككتلة كلهم يمثلون قيادة لأنفسهم. معنا أحد الناشطين في تظاهرة تشرين، حيدر، هل تسمعنا يا حيدر؟ نعم أسمعك. نعم حيدر، أكو وثيقة تم تسريبها من قيادة عمليات بغداد تكشف عن رجوع الاغتيالات أو اغتيال بعض الشخصيات، هل أثرت هذه الوثيقة على معنويات الثوار ومتظاهرين تشرين بتجديد تظاهراتهم وزخمهم مرة ثانية في بغداد؟ أخي الكريم، أولا تحية لك وتحية للضيفك الكريم والمشاهدين. نقطة أخرى، نحن ما نخاف أبدا، لأن سلسلة الاغتيالات مستمر من 2019 إلى يومنا هذا. نعم حيدر، يعني اللي فهمنا انه ما نخاف، لكن يبدو هناك في مشكله في الاتصال. طيب سيد بهاء، يعني في ضوء ما نشهده او ما تشهده الساحه العراقيه من تغيرات، هل تتوقع ان يتكرر مشهد سقوط المؤسسات الحكوميه مره اخرى في العراق، وان تعود الميليشيات مره اخرى للصدام، ولا تسمح او لا تدع للمتظاهرين الحقيقيين متظاهري تشرين ان يبرزوا للساحه؟ احتمالية المواجهة قائمة حتى الآن، لأنه ما حصل أثناء اقتحام الخضراء لم ينتهي نهاية طبيعية، هو مجرد مقتدى صدر سحب متظاهري وسحب سرايا السلام من المنطقة الخضراء وعاب عليهم استخدامهم للسلاح ضد يعني باقي الميليشيات، لكن الصراع تم تأجيله لا أكثر ولا أقل. هنالك أطراف تمت يعني تدخلت من أجل وقف هذه المواجهات اللي كانت دائرة داخل المنطقة الخضراء، أيضا هناك جهات دولية حاولت تهديد الفصائل المسلحة بمختلف صنوفها بموضوع البند السادس وتدخل مجلس الأمن، لذلك لجأوا إلى إيقاف هذا الصراع، لكن الصراع لم ينتهي حتى الآن وما زالت احتمالية المواجهة قائمة. هم يتبجحون الآن بموضوع الزيارة الأربعينية، وهنالك تأجيل بسبب قدسية الزيارة الأربعينية، لكن ما لا يعلموه أو ما يؤكدوه أنه هنالك فعلا محاولات عديدة من إيران من خلال إدخال مجاميع مسلحة، هم يعلمون ذلك جيدا، لقد أدخلت إيران مجاميع مسلحة بحجة زوار الأربعينية، وأيضا سيارات مضللة الآن تشاهد في مدينة بغداد تسير من دون لوحات تابعة إلى زوار إيرانيين أيضا، وهذا الأمر أصبح متاح لشهود العيان الموجودين في مدينة بغداد، هذا يدل على أنه هنالك مسلسل اغتيالات فعلا قادم، قد يكون تصفيات حزبية ما بين الأحزاب المتناحرة، قد يكون محاولة أيضا لاستهداف ثوار تشرين لا سمح الله، لذلك مثل ما قلت لك بداية الحديث فيهم لديهم فتوى بقتل كل من يعترض طريق تنفيذ ولاية الفقيه في العراق، لذلك لا استبعد هنا سيد بهاء، يعني هل هذه التسريبات الوثيقة المسربة بعودة الاغتيالات هل هي حقيقية أم هي لجس النبض أو لتخويف الشارع من عودة التظاهرات مرة أخرى؟ لا هي حقيقية حقيقة، لأنه لا هي حقيقية لكن تحمل خلينا نقول تحذير أو تخويف لمن يعني يجرؤ على الخروج مرة أخرى في تظاهرات. نعم، وهي اللي فهمت أنها موجهة للتيار الصدري، فهمت أنه هذا التهديد هو موجه للتيار الصدري، لأنه الوثيقة سربت ما قبل انطلاق المسيرات يوم أمس، يعني قبل يومين الوثيقة تم تسريبها،
لذلك هي فهمت على أنها أن هنالك اغتيالات ستطال قيادات، وخصوصا بعد ما حصل في مدينة البصرة ويتم اغتيال 2 من قادة سرايا السلام في البصرة. لذلك هي تم تسريبها بهذه الطريقة حتى يعني كأنما هي موجهة للتيار الصدري. لكن بعد خروج متظاهرين تشرين في مظاهراتهم يوم أمس أيضا فسر الموضوع على أنهم يقصدون فعلا أيضا حتى ثوار تشرين في الموضوع، لكن هي هذه الاغتيالات موجهة سواء للتيار الصدري أو للمتظاهرين تشرين هي موجودة، وهي هنالك أوامر بقتل كل من يقف بوجه المشروع الإيراني في العراق. هذا طيب. هذا الأمر أصبح ينطبق على كل الناس، الآن أي شخص حتى ولو كان من ضمن دائرة أو محسوب على الإطار التنسيقي يخرج في تغريدة أو في برنامج تلفزيوني يتكلم عن الولي الفقيه توقع أن يتم اغتياله ثاني. هذا بكل بساطة يعني. نعم طيب. الأمر هذا فيما يتعلق أيضا بالصراع. ايضا فيما يتعلق بالصراع، البعض يرى انه هذا الصراع هو تكتيك للحفاظ على العمليه السياسيه وهو محسوب الابعاد لا يزيد ولا ينقص بمستويات محدده يتم فيها اشغال الشارع والحفاظ على العمليه السياسيه ومكتسبات الاحزاب. موضوع اشغال الشارع هذا يعني امر يعني دابت عليه الكتل السياسيه منذ 2003 وحتى الان. نعم. دائما هم عندما يكون هناك ضغط على العمليه السياسيه هنالك من يكون ارباك في العمليه السياسيه يحاولون اشغال الشارع في امر اخر بعيد كل البعد عن ما يجب. لكن موضوع الانسداد السياسي الحاصل الان لا يمكن التغاضي عنه، هنالك ميزانيه لم تقر حتى الان، هنالك صراعات مسلحه تجري في الخفاء وحتى في العلن، هنالك اغتيالات موجوده بشكل يومي. لذلك لا يمكنهم اشغال الناس عن ما يجري في العراق، بالاضافه الى انه المجتمع الدولي الان عيونه على العراق، لأنه بعد قطع روسيا للغاز عن أوروبا أصبحت الدول النفطية وخصوصا العراق أصبحت محط أنظار المجتمع الدولي بصورة كبيرة. لذلك هم لا يريدون أي مشاكل قد تؤثر على ضخ النفط العراقي، ولذلك كان بيان مجلس الأمن يوم أمس للكتل السياسية شديد اللهجة بضرورة التوصل إلى اتفاق من أجل حلحلة الأزمة وتشكيل حكومة في أسرع وقت. لكن هذا على أرض الواقع يبدو حتى الآن أنه صعب المنال لعمق الخلافات السياسية ما بين الكتل. الكاتب والصحفي العراقي من إسطنبول السيد بهاء خليل، شكرا جزيلا لك، وأيضا نشكر حيدر العراق.